الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل الخضر نبي؟ الجواب: في نبوته خلاف بين أهل السنة والجماعة، فمسألة نبوة الخضر من عدمها ليست من المسائل العقدية الكبار التي يضلل من خالف فيها أو يخرج عن دائرة أهل السنة من نازع فيها. فمن قال إنه نبي فهو من أهل السنة، ومن قال بنفي نبوته فهو أيضا من أهل السنة، لأن المتقرر عند العلماء أن كل خلاف دائر في مذهب أهل السنة فليس من مسائل العقدية، من المسائل العقدية الكبار التي يوالى ويعادى عليها. والقول الأقرب إن شاء الله هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وعليه أكثر أهل السنة من أن الخضر نبي. ودليل ذلك قول الله عز وجل عنه لما جاء يبين السبب وعلة ما فعله من قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، قال: وما فعلته عن أمري. فهذا دليل على أنه إنما فعله عن وحي أوحاه الله عز وجل إليه. واختار ذلك جمع من أهل العلم يطول المقام بذكر عددهم.